أوكرانيا وجهت ضربة استراتيجية كبيرة للداخل الروسي صباح هذا اليوم. الضربة هذه طالت جسر كيرش، أو كما يطلقون عليه جسر شبه جزيرة القرم، الذي يربط طبعا الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم. جاءت التفاصيل من العديد من الأوساط الدولية مثل الأسوشيتد بريس، الأوساط الروسية وحتى الأوساط الأوكرانية هذه المرة، وكانت التفاصيل قد جاءت مقاطعا طبعا لطبيعة الدمار لهذا الجسر المهم للغاية بهذا الشكل الذي ترونه. وحتى الأوساط الروسية تناقلت مقطعا للحظة الأولى للانفجار والهجوم الذي طال طبعا هذا الجسر بهذا الشكل. قالوا بأن هذا الانفجار هو لنفس المنطقة التي استهدفت طبعا في شبه جزيرة القرم، ألا وهو جسر كيرش، ولكن ليست واضحة المعالم، ليست واضحة مما نراه إن كان فعلا الجسر هناك هو الذي تعرض لهذا الانفجار بهذا الشكل. ولكن ما هو واضح ما نقله موقع ريبار الروسي الذي وضح بأن الانفجار جاء في منتصف الجسر تماما، هنا الأراضي الروسية وهنا شبه جزيرة القرم. بالتالي الضربة في منتصف الجسر واضحة، وحتى الأوساط الروسية كانت قد نقلت مباشرة للمواطنين في شبه جزيرة القرم لمن يريدون الانتقال طبعا مباشرة إلى الأراضي الروسية، فإنهم بحاجة حقيقة تركي هذا الموقع لأنه قد ضرب طبعا، غير قادرين على عبور هذا الجسر بهذا الاتجاه، وبالتالي هم بحاجة لقطع الطريق كما هو موضح بهذا الشكل، من طبعا وصولا إلى ماريوبول، إلى إقليم دانييتسك، وصولا إلى الأراضي الروسية. طبعا الدمار لم يكن عاديا أبدا. الأوساط الأوكرانية بعضها قالت بأن هذا الانفجار بالنسبة لروسيا ستكون بحاجة إلى نهاية هذا العام لكي تصلح هذا الجسر، ولكن السلطات الموجودة في شبه جزيرة القرم قالوا بأننا بحاجة إلى شهر تقريبا لإصلاح الضرر الذي طال هذه النقطة. والأوساط الأوكرانية والأوكرانيين هذه المرة على عكس كل مرة اعترفوا ونشروا تفاصيلا وقالوا بأن الهجوم قامت به القوات الأوكرانية، وطبعا أكدوا بأن الهجوم كان قد تم بالسلاح المسير. وإذا ما جئنا هنا إلى طبيعة واحدة من اللقطات أو الصور الواضحة لطبيعة النقطة تماما، أو النقطة تحديدا التي ضربت في هذا الجسر كما تلاحظون، ولنقترب منها قليلا، ستلاحظ بأن النار والاشتعال يأتي من أسفل هذا الجسر، من عمق هذا الجسر اشتعلت طبعا النيران والاحتراق واضح جدا من اللون الأسود، وبعدها كلما ارتفعت كلما تلاحظ بأن اللون الأسود طبعا يخف، وهذا يوضح بأننا كنا أمام زورق مسير مفخخ هو الذي جاء على هذه النقطة تحديدا من تحت المياه وانفجر طبعا وأدى إلى ما أدى إليه بهذا الشكل. وقد يكون هذا الزورق المسير على سبيل المثال هو الذي استخدم في الهجوم، أو أي زورق مسير تكون طبعا بالنسبة لهذه الزوارق تكون محشوة بهذا الشكل بالمتفجرات أو بالتي أن تي، وبالتالي ممكن أن تحدث انفجارا كبيرا للغاية طبعا بكل تأكيد. وهذه المنطقة أساسا هي كانت تتعرض لهجمات في 72 ساعة الماضية، أتحدث عن شبه جزيرة القرم وتحديدا قاعدة سيفاستوبول الاستراتيجية المهمة للغاية. هذه اللقطة على سبيل المثال هي قادمة من اليوم الذي سبق الهجوم، أي يوم أمس نشرت بهذا الشكل لزورق مسير وهو يتحرك، وتحاول القوات الروسية من عملية التصدي له، بل إن موقع ريبار الروسي أكد بأن الهجوم لم يكن بالزوارق المسيرة فقط على قاعدة سيفاستوبول يوم أمس، ولكنه كان أيضا بمجموعة من الطائرات المسيرة التي كانت تشاغل تلك المنطقة. وبالتالي إذا ما أردنا أن ندخل في تفاصيل التفاصيل لما جرى، فإن هذه الزوارق في حقيقة الأمر هي كانت قادمة كما هو واضح بالنسبة لموقع ريبار وكما هو منطقي بالنسبة للأوكرانيين، كانت قادمة من هذا الاتجاه طبعا من البحر الأسود، شمال البحر الأسود تحديدا، وهي كانت تشاغل هذه القاعدة، قاعدة سيفاستوبول. وهذه القاعدة تعرضت للكثير من هذه الهجمات، الأمر ليس غريبا عليها، وبالتالي هم كانوا يحاولون ضرب المنظومات الدفاعية، ضرب الرادارات، مشاغلة كل ما يأتي من نقاط دفاعية موجودة في هذه المنطقة، وذلك بسبب أن الخطة الواضحة بالنسبة للأوكرانيين هي أنهم يريدون القيام بعملية التفاف بهذا الشكل لتوجيه هذه الضربة لهذا الجسر المهم للغاية، وتمكنوا من ضربه بالنسبة لجسر كيرش طبعا بهذا الاتجاه، وهذا هو الطريق الوحيد الممكن بالنسبة لزورق مفخخ أن يتحرك باتجاهه، وذلك لأننا نعرف تماما بأن الروس أساسا من بدء العملية
العسكرية الروسية على أوكرانيا تقدموا بهذا الاتجاه، أمنوا بحر آزوف بأكمله الذي ترونه هنا، وبالتالي الأوكرانيين لا يمتلكون نقطة معينة ليهاجموا منها بهذا الزورق المفخخ طبعا بهذا الشكل، وبالتالي لا يمتلكون إلا هذا الطريق. وأيضا الطائرات المسيرة الأوكرانية من الصعب تخيل أن تقوم بعملية توجه بهذا الشكل لهذه المنطقة، ممكن لصواريخ ستورم شادو أيضا أن تقوم بمثل هذا الهجوم، ولكن الأوكرانيين كانوا واضحين باعترافهم، واضح الموقع الذي ضرب، وبالتالي في نهاية المطاف الدمار قد حدث لهذا الزورق لهذا الجسر طبعا بهذا الشكل. وحتى أن معلومات استخبارية روسية تناقلتها الأوساط الروسية قالت بأن الأوكرانيين كانوا يتدربون هنا في نقطة معينة بهذا الاتجاه، والتي هي تمثل نهر الدانوب القادم طبعا من ألمانيا عبر العديد من المدن الأوروبية وصولا إلى البحر الأسود. تدرب الأوكرانيين في 7 أيام والعشرة أيام الماضية على هذا الهجوم ونفذوه اليوم بهذا الشكل، نشاغل، نهاجم الجسر، ندمره. وعلى هذا الأساس بالنسبة للأوكرانيين فعلا هم يبحثون عن عملية عزل شبه جزيرة القرم، وهذا بمعنى آخر بأن المواطنين في شبه جزيرة القرم في ظل كل هذه الهجمات، في ظل ضرب هذا الجسر الذي يعتبر جسرا مهما في مسألة الإمدادات طبعا الروسية، لنأخذ اللون الأحمر لكي نكون أكثر دقة في توصيف هذه المنطقة. الحديث هنا بشكل واضح بالنسبة لهذا الجسر هو مهم بالنسبة للروس على مستوى إرسال المعدات العسكرية، على مستوى إرسال الغذاء، الوقود وغيرها. أن تضرب هذه المنطقة بهذا الشكل ويقطع الطريق هو يعني بأن الأوكرانيين يبحثون عن عزل هذه المنطقة، وجعل حتى المواطنين الموجودين في شبه جزيرة القرم أن يغادروا شبه جزيرة القرم، يتم إخلاؤها تماما مع الوقت مع مثل هذه الضربات، لكي يخططوا من أجل التقدم بسرعة عبر نهر الدنيبر عبر خيرسون مباشرة إلى شبه جزيرة القرم والوصول إليها. وطبعا هنالك أيضا يجب أن ننتبه أن في ظل هذه الضربة التي جاءت بهذا الاتجاه الأوكرانيين ليسوا متوقفين في هذه المنطقة، لا أبدا، بل هم يتحركون وقاموا بعبور ناجح على نهر الدنيبر وصولا إلى خيرسون. وهنالك حقيقة بعض اللقطات التي تؤكد أن الأوكرانيين يعملون بجد في هذه المنطقة. عندما نقترب من هذه المنطقة، هذه هي خيرسون، وهذا هو جسر أنتونوفسكي الذي عبرته القوات الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية إلى هذه القرية، قرية داتشي. وكانت هنالك لقطات توضح أن الأوكرانيين يقصفون هذه المنطقة بشكل كبير للغاية. هنا كانت هنالك لقطة سنراها الآن، كانت قد تعرضت إلى ضربات بالمدفعية، ضربات دقيقة للغاية من الأوكرانيين على الروس بهذا الاتجاه. وأيضا في هذه المنطقة التي ترونها كان قد لوحظ انسحابا للقوات الروسية من هذه المنطقة باتجاه طبعا منطقة أوليشي التي تأتي طبعا في الجنوب من نهر كونكا. وبالتالي وعلى هذا الأساس إذا اقتربنا من هذه اللقطات التي ذكرتها لكم الآن لكي نستطيع المقارنة طبعا بكل تأكيد، سترى أنت أمام هذا المبنى المميز مع هذا مع هذه النقطة المرسومة على شكل دائرة من هذا اللقطة من هذا الاتجاه بالضبط، سنرى مقطعا للضربات التي تتعرض لها القوات الروسية. وأيضا النقطة الأخرى، النقطة التي ذكرنا بأن الروس كانوا ينسحبون وظهروا ينسحبون منها بإحدى العجلات التي جاءت لتساعدهم في عملية الانسحاب، ستلاحظ من هذه اللقطة على اليمين بهذا الشكل بأن في هذه المنطقة كانت قد ظهرت السيارة وهي تنسحب وطبعا تذهب وتأخذ الجنود الروس طبعا من هذه المنطقة. واللقطة كانت واضحة بهذا الشكل الذي نراه عندما ابتعدت الطائرة المسيرة في التصوير، ظهرت المياه، المدن وغيرها، وبالتالي اللقطات متطابقة حقيقة مع المقطع الذي يجب أن نلقي عليه نظرة الآن في الشاشة الكبيرة الخاصة بنا الآن لكي نرى كيف أن الأوكرانيين يقومون بمثل هذه الضربات. ولنلقي نظرة هنا وستلاحظ المنطقة نفسها بالضبط التي تعرضت لهذه الضربات وهذه النقطة التي انسحبت منها القوات الروسية بهذا الشكل، وجاءت العجلة لتأخذ هؤلاء الجنود. ولاحظ كيف أن الطائرة المسيرة تسحب التصوير لكي توضح لنا المقطع، وستلاحظ بأنك أمام هذه المباني إلى اليسار والمياه طبعا موجودة يمينا وشمالا. وهذه اللقطة مرة أخرى التي ترونها هي التي طبعا تعرضت إلى الضرب بهذا الشكل. بالتالي المسألة فعلا ليست بالعادية، الأوكرانيون يعملون في هذه المنطقة بشكل مكثف، وهذا التصوير ببساطة هو يعطي فكرة بسيطة بأن الأوكرانيين الآن يتحركون باتجاه مهم للغاية إذا ما
تعدنا بالقمر الصناعي قليلا سنلاحظ أن الأوكرانيين فعلا الآن هذه الضربات وهذا الانسحاب هو لا يعطيك فكرة إلى أن الأوكرانيين لا يسيطرون فقط على قرية داتشي، وإنما هم بدأوا على ما يبدو يسيطرون على المستوى العسكري والناري على هذه المنطقة بأكملها، ليصلوا إلى نهر كونكا إلى هذه المنطقة ألا وهي أوليشكي، التي طبعا القوات الروسية يبدو بأنها انسحبت من خلال هذه المقاطع لها لكي تشكل خطا دفاعيا لتواجه القوات الأوكرانية. والأوكرانيين هنا طبعا مطلوب منهم أن يقوموا بعملية إرسال المزيد من المعدات الثقيلة، الدبابات، الناقلات وغيرها، ولكن هنالك مشكلة لأنها عبر نهر الدنيبر، وطبعا القوات الروسية عادة توجه ضربات مكثفة لأي تحرك بهذا الاتجاه من قبل الأوكرانيين. بالتالي المسألة ليست سهلة، لكن هنالك جدية من قبل الأوكرانيين، الجدية قد وضحت قبل هجوم جسر كيرش بيوم واحد فقط بتصريح قد صدر من ممثل الحرس الوطني الأوكراني، هو الذي قال بأننا عازمون على القيام بهجوم على شبه جزيرة القرم من خيرسون من هذا الاتجاه تحديدا. وحتى أن كانت هنالك أساسا تصريحات حقيقة قد صدرت وقد نشرت على الواشنطن بوست من رئيس الأركان الأوكرانية بهذا الشكل الذي ترونه، والذي قال ببساطة بأننا سنصل إلى شبه جزيرة القرم، وإن كان الغرب وحلفاؤنا من الدول الغربية يعارضوننا في هذه المسألة لن نهتم، سأهاجم شبه جزيرة القرم وسأسيطر عليها في ظل مخاوف غربية من أن بوتين قد تكون له ردة فعل نارية إذا ما وصلت فعلا القوات الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم. بالتالي ما نراه عمليا هو توجه تجاه شبه جزيرة القرم. هل ستصل أوكرانيا؟ لا نعلم. المهمة صعبة للغاية أمام القوات الروسية العتيدة. ما هو رد فعل روسيا تجاه تفجير جسر كيرش أو جسر شبه جزيرة القرم صباح هذا اليوم؟ الرد كان واضحا بعملية تعليق العمل وعدم تمديد أو تجديد اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحا اليوم وقال بأنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل مناقشة لماذا لا تقوم بتجديد هذه الاتفاقية. الاتفاقية مهمة ليست فقط لروسيا وأوكرانيا وإنما للعديد من الدول، وبالتالي بالنسبة لرجب طيب أردوغان هو يحاول حل هذه المسألة وأن يكون وسيطا في هذه المسألة. سنرى ما الذي ممكن أن تفعله تركيا طبعا بهذا الاتجاه، ولكن ماذا عن الرد العسكري الروسي من قبل بوتين تجاه هذه الضربة الاستراتيجية؟ شهدنا بهذا الجسر قد تعرض فعلا إلى هجوم في السابق بهذا الشكل، احترق، تضرر بشكل كبير، ولكن بعدها بوتين كان شرسا للغاية في ردة فعله على المستوى العسكري، ضرب البنى التحتية الأوكرانية بشكل كبير على مستوى الطاقة وغيرها. وبالتالي يتوقع الآن من بوتين في أي لحظة في ظل هذا الهجوم الجديد الذي جاء صباح اليوم على جسر كيرش بأننا قد نكون أمام ردة فعل مماثلة أو حتى أقوى من بوتين تجاه الضربة التي طالت طبعا هذا الجسر الاستراتيجي المهم. سنرى ما الذي ممكن أن يحدث هذه الليلة أو في الأيام القليلة القادمة، أي لحظة ممكن تعني كل شيء بالنسبة لروسيا وكذلك بالنسبة لأوكرانيا في ظل هذا الصراع الهائل للغاية. لكن الأوكرانيين يستغلون على ما يبدو العديد من الأمور الأوساط الروسية، وتحديدا موقع ريبار كان قد ذكر بأن القوات الأوكرانية بدأت باستخدام القنابل العنقودية ضد القوات الروسية، وهي تحدثت بشكل مباشر عن نقطة ستارو مايورسكا، التي تحدثت أيضا الأوساط الروسية والأوساط الأوكرانية بأن هنالك اختراقا من قبل القوات الأوكرانية إلى ستارو مايورسكا التي تأتي في نقطة رئيسية ومهمة للغاية. تناقلوا على التليجرام الأنباء بهذا الشكل الذي ترونه. وأيضا إذا ما ذهبنا إلى خارج الديب ستيت التي تحدث أولا بأول هذه التفاصيل، وإذا ما حاولنا طبعا أن نقترب من هذه المنطقة، منطقة ستارو مايورسكا، هذه ستارو مايورسكا التي ترونها، وسنلاحظ بأن هنالك تقدم على اتجاهين، تقدم باتجاه بريوتنا هنا بهذا الاتجاه لنقترب منها قليلا، وسنلاحظ بأن بالاقتراب ستلاحظ بأن هنالك تغيرا في الخارطة. لنلاحظ هنا، لاحظ بأننا بمجرد ما نتقدم إلى 13 من يوليو، هنا 11 من يوليو، 13 من يوليو، تقترب
تقترب القوات الأوكرانية من بريوتنا بشكل كبير، وأيضا على مستوى ستارومايورسك التي تحدثنا عنها هنا ستلاحظ بأن هنالك تقدما في 13 في 14 لاحظ التقدم هنا، لاحظ كيف القوات الأوكرانية تقدمت وبعدها جاء الاختراق الذي تتحدث عنه الأوساط الروسية في هذه المنطقة. بالتالي القوات الأوكرانية فجأة وجدت طريقا مهما للغاية في الوصول واختراق ستارومايورسك هنا في محاولة للسيطرة عليها. طبعا هو يرشح أن روجنا أيضا كانت هنالك أنباء بأن الروس بدأوا ينسحبون منها، ليست مؤكدة في حقيقة الأمر، دائما من روس ينسحبون ويوقعون الأوكرانيين في المصيدة، ولكن أنت أمام تقدم بهذا الاتجاه، أنت أمام تقدم وسيطرة على المصادر أو النقاط أو البحيرات المائية هنا بالقرب من بريوتنا، يعني بأن هنالك فكرة واضحة من الأوكرانيين أن نتقدم، أن نغلق المنطقة تماما وأن نسيطر على هذا الجزء الكبير من الأرض، وهذا يعني أن القوات الروسية ليست أمامها الكثير إلا عملية الانسحاب إلى الخط الدفاعي الرئيسي الأول الذي يعتبر صعبا للغاية على القوات الأوكرانية في اختراقه. قد نكون أمام هذا الموقف لنرى ما الذي سيحدث، ولكن الأوكرانيين يعني أصبحوا خطرين في ظل الاتهامات طبعا الروسية بأن الأوكرانيين استخدموا القنابل العنقودية في ستارومايورسك. ليست هنالك صورة، ليس هنالك مقطعا مصورا، ليس هنالك شيئا واضحا من أن الأوكرانيين فعلا قد استخدموا هذه القنابل. وطبعا في نفس الوقت أيضا بأن الأنباء تبدو جيدة بالنسبة للأوكرانيين، خاصة وأن بوليتيكو كما لاحظنا في 14 من يوليو قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست موافقة على تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16. بالتالي الدول الأوروبية 11 دولة أوروبية التي قالت سنسمح للأوكرانيين بالتدرب على هذه الطائرات غير قادرة على تدريبهم إن لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الأنباء الجديدة القادمة من CNN يوم أمس أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للأوكرانيين ليبدأوا بالتدرب على طائرات F-16. بالتالي واضح جدا أن الأوكرانيين لديهم رهان كبير في هذه الحرب، وجميع ينتظر ما الذي ممكن سيحدث. هل سيحقق الأوكرانيون الوعود التي وضعوها من خلال هذا الهجوم المضاد، أم أن لبوتين كلام آخر؟